هي الفاجعة من جمعت هؤلاء، فلم يكن الحدث عاديا بالنسبة إليهم، فهي مأساة بكل المعاني بعد خسارة قوات حرس الحدود 16 مقاتلا ذهبوا ضحية لهجوم مسلح شنه تنظيم داعش على مقرهم في منفذ طريبيل الحدودي غربي العراق خلال الأسبوع المنصرم. عزاء الشهداء، عزاء العراق، عزاء الأبطال، ونعزي أي شهيد في العراق، مو بس هذول الشهداء، أي شهيد في العراق نعزيه. وهذا المكان نفس المكان قبل عامين راحت عندنا أيضا كوكبة من الشهداء نتيجة الغدر، وهذه المسألة يجب أن نقف عندها لنناقش أسباب هذه المزرة. وقامت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة مجلس عزاء لتأبين أرواح الضحايا الذين ينتسبون إلى لواء المغاوير المكلف بتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والأردن. وفاء لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا ليروا أرض المعركة دفاعا عن الأرض والعرض ودفاعا عن المقدسات، أقامت قيادتنا هذا اليوم مجلس عزاء لشهداء العراق العظيم، ولا سيما قوات حرس الحدود الذين استشهدوا خلال هذه الفترة. وتعهدت قوات الحشد الشعبي بعد إكمال تحرير أيمن الموصل بتقديم الدعم لقوات حرس الحدود لإسنادها في مسك الشريط الحدودي مع سوريا، بما يمنع تدفق الإرهابيين ثانية باتجاه الأراضي العراقية. نحن كحشد شعبي إن شاء الله بعد أن نقضي على داعش في الموصل وتحرر الجانب الأيمن سوف نساعد قوات الحدود بمسك حدودنا مع سوريا، ولا نسمح إلى الإرهاب أن يخترق الحدود العراقية. وكانت حصة البصرة من المجزرة 12 ضحية بينهم ضابط برتبة نقيب، فيما توزع الآخرون على محافظات النجف والمثنى وذيقار وميسان. جينا نأبن الشهداء باعتبارهم قربان قدموا، وخاصة قيادة حرس الحدود مشهودة في ساحات الوغى دائما ومتواجدين في منذ بداية المعركة. وبرغم أن رحيلهم خلف جراحا لا تندمل في قلوب عوائلهم، لكن ما قد يخفف عليهم أن أبنائهم قاتلوا دفاعا عن وطنهم حتى الموت، ولم يفروا من ساحة المعركة وهم يواجهون تنظيما إرهابيا جاء لتدمير بلادهم. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.